هتتجنن عشان انا مخلف بيبي زي القمر. قمر ايه ده؟ شبه اسماعيل ياسين. انا عارف تموتوا يا حلوه يا بطه. اتفضل. بص شاف الانف نفس انفي. بالعكس بقى، ده مناخيره وهي مناخيري. مناخير يا راجل، ودي مناخير شبه كوز المحبه. دي مناخير دي. طب بذمتك يا اخ حنفي، ايوه الواد ده واخد مناخيري ولا مناخيره؟ مناخير انا. يا عم ده بيهزر، هات الواد. الله اديك الواد ازاز، كنت انا ابوه يا خميس. انا ابوه، انا هبلغ البوليس. بلغ البوليس، انا بقول لك انا ابوه. مهلا يا شباب، انتوا بتتكلموا على الواد ده؟ اه. انتوا تعرفوا ام الواد ده من زمان؟ انا اللي اعرف امه من زمان. اوعى تصدقه، ده خزاب. ربنا يعمر بيتك. انا اللي اعرفها قبل منه. الله يخرب بيتك. خد الواد حميه ورضعه. يا مين البختي. يا لا في ايه؟ ايه الجرخن ده لك؟ ايه دي؟ بزازة. بزازة ايه دي؟ ترد على شبرا بحالها دي. دي فيها ايه من جوه؟ خراوية. اطلع بره بيتي. خميس انا مش ماشي من هنا يا خميس، واللي يحصل يحصل. يا دكتور خميس، يا دكتور. اهلا وسهلا. مساء الخير يا عمي. لحقت ترجع من عند قرايبك في الختخات؟ اه الحمد لله. رحت بتخس؟ لا والله ما لقيتش تخسيات. امال عملت ايه؟ رحت ماشي؟ لا نطيت في ميكروباص. اي حاجه فيها كاف. كان واقف يقول ختخات ختخات، رحت هو واقف يقول ختخات. طبعا انت فرحان قوي. هو يقول ختخات وانت تضحك مبسوط. مش هتعرفني على اسم حضرتك صحيح بقى يا فندم؟ اسمي انا؟ ايوه انا اسمي رمضان. عاشت الاسامي يا سي رمضان، اهلا وسهلا. لا الاسم ثلاثي، يمكن احب ارسلك بتاع. اه عشان الجوابات يعني؟ مثلا انا اسمي رمضان جورج خوهين. يا ريتني ما سالته. امه عامله هيئه الامم المتحده. انا عايزك في موضوع مهم قوي قوي يابا الحاج. انا طلعت امر. حضرتك وبنتك فرحانين قوي بابن الدكتور خميس. وانت ايه اللي مزعل حضرتك يعني بفرحنا؟ طب استعد بقى للمفاجأة ورخز معايا. أنا مرخز أهو. ابن الدكتور خميس. ماله؟ ما هواش ابنه. ولا أنا مستحملك بقالي كتير واضغط على نفسي وأعصابي وأنت منرفزني. ليه بس؟ اتكلم كلام كويس يخش المخ. ما أنا بتكلم كويس أهو. أنت بتقول إيه؟ ابن الدكتور خميس. أيوه. ما هواش ابنه. ازاي يعني؟ يعني الدكتور خميس مش ابوه. ما هو طبعا بدال الواد مش ابنه يبقى الدكتور خميس مش ابوه. اوتوماتيك. اوتوماتيك. ايوه كمان بالانجليزي يعني. طيب ممكن حضرتك تعرف مين ابوه؟ طبعا اعرف مين ابوه. مين؟ انا ابوه. الله العظيم هزولت هزو. ايه ده الراجل اتشل يا عيني. حول ولا قوه. ليه يا ربي كده؟ بنتي الشريفه العفيفه تطعني الطعنه دي. يا ريتني كنت مت قبل ما اسمع الكلام ده. انت بتتكلم جد يا ابني؟ طبعا بتكلم جد يا انخي. سيادتك متاخد. متاخد تماما. والمنيله دي طوعتك ازاي؟ لازم سقيتها حاجه وسخه؟ لا ما سقيتهاش اي حاجه وسخه. أصفارة ولا يبقى الشيطان دخل بينكم بقى. شيطان ايه يا عم الحاج؟ احنا خونا نعرف بعض من زمان وكان في بينا قصه حب. لاف ستوري.